عامان دراسيان مر عليه. يدرس محمد بالفرقة الثالثة بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، لكن عامه الدراسي الحالي لا يشبه سابقيه، فقد مرت عليه أحداث صعبة وخطرة لم يشهدها من قبل. مجموعة جامعات مختلفة وبيتجمعوا يعملوا مسيرة بتلف الجامعة، بتعدي على الكليات كلها، فطبعا الصوت بيبقى رهيب. يعني حتى الدكتور لما بيبقوا قريبين قوي من المدرجات بيوقفوا المحاضرات لحد ما يعدوا عشان نعرف نكمل شرح. وبيجي بعد كده يعني فجأة بتلاقي ظهر حاجات بقى، يعني خرطوش ومولوتوف، يعني هي بتبقى ماشيه يعني صوت بس احنا سامعينها تافهت، لكن بعد كده بنفاجئ باصوات غريبه. طبعا بقى يعني لو في بريك بين المحاضرات او لو المحاضرات انتهت فبننزل بقى نشوف ايه اللي بيحصل. مظاهرات شبه يوميه، يقول محمد عنها انها عرضت حياته للخطر اكثر من مره، كما أن المواجهات والمصادمات العنيفة بين الطلاب والأمن امتدت حتى إلى داخل الحرم الجامعي ولم تقف عند حدود أبوابه من الخارج. أحيانا بتلاقي الطلبة يعني لو اللي هيعملوا مسيرات أو الحاجات زي دي معديين، يعني بيعملوا زي فزع في المدرجات، يعدي ويفضل يخبط على المدرج ويهتف الهتافات بتاعته عشان حد يخرج معاه. في ناس بتستجيب وفي ناس بتفضل قاعدة في المحاضرة، يعني بيبتدوا بقى جوه الكلية نفسها. محمد الطالب الذي كان حريصا على المواظبة على محاضراته يقول إنه يتأخر عن بعض المحاضرات بسبب المظاهرات داخل الجامعة وخارجها. بضطر أمسك الجدول أشوف المحاضرات اللي هي المادة اللي أنا محتاج شرح فيها عشان أضطر أنزلها، لكن لو في مادة هقدر أذاكرها مع نفسي في البيت أكيد بفضل قاعد في البيت أفضل ليه، لكن عارف ان انا كده كده هروح هتبقى الاستفاده يعني لو وصلت 50% يبقى كويس، وفي نفس الوقت ممكن يحصل اضرار تانية. طب وليه؟ يعني ما بنضطر ما ننزلش الاسبوع كله، وطبعا بنتابع بقى الاخبار او الجرايد قبل ما ننزل عشان نشوف بقى في مسيره رايحه ولا في بتاع. حتى بنضطر ندخل على الصفحات اللي هي المسيسه بتاعت بقى الجامعات اللي هي بتعمل مسيرات وكده عشان نتأكد يعني هم ايه خطة المسيرات بتاعتهم او بتاع عشان نعرف اليوم ده فيه مسيرات ولا لا. عام دراسي عصيب مر على محمد وغيره الآلاف من طلاب الجامعات المصرية على خلفية صراع سياسي امتدت نيرانه الى داخل الجامعة لتقتل وتصيب وتحرق من بداخلها.